السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نشركوا الطعام. اليوم إن شاء الله احنا في مدينة فيقيق، وإن شاء الله غادي نقدموا لكم وجبة من أعظم الوجبات اللي كاينة في هذه المدينة، فخليكم معنا. الوجبه اللي غنهضروا عليها اليوم هو بركوكش. بركوكش اللي هي الوجبه العريقه اللي كتحضر في مدينه فيقيق، وبهذه المناسبه هذه ما يمكن الا اننا نستقبلوا معنا الاستاذه نعيمه الخصاص اللي ان شاء الله غتقدم لنا هذه الوجبه بكل التقاليد ديالها، باش هكا نعرفوا كيفاش نحضروها بالتقاليد العريقه ديال المنطقه. وكنرحبوا بالاستاذه نعيمه الخصاص، مرحبا بك معنا في برنامج شكر الطعام. مرحبا بك جنة، شكرا جزيلا سي محمد، مرحبا بك في مدينة فيقيق. شكرا، بارك الله فيك. ومرحبا بك في عيد المولد النبوي الشريف. بارك الله فيك، شكرا. في الحقيقة كما قلت لكم دائما، احنا ما بقاش عيد المولد النبوي إحلالنا، وما غاديش إحلالنا إلا بحضور ديالك وبحضور الفريق. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا أستاذة نعيمة، وحنا استغلينا هذه الفرصة مادام ان كانت الوجبه الرئيسيه كانت عندنا هي بركوكش، فنبغيو نعرفوا المراحل يعني اللي كيمر بها هذه الوجبه هذه. والمغاربه كيعرفوها، لكن عندنا واحد الجيل اللي مالوغوزمون ما بقاش كيعرف هذه الوجبه هذه، فباش نديروا هذا الربط بين الجيل اللي هو الزمن الجميل وهذا الجيل هذايا، فاحنا هنا ان شاء الله باش تعطينا استاذه نعيمه اول مرحله باش نصوبوا هذا بركوكش شنو هي. مرحبا سي محمد. اول مرحله وهو ان نقدروا نصوبوا هذا بركوكش بجوج طرق. نعم، نقدروا نصوبوه يا اما بالقمح. نعم. او بالشعير. نعم. طحين الشعير. نعم. ففي الاول كنوجدوا السميده ديال القمح. نعم. وتنديروا الطحين ديالو، تنطلعوها بالطحين، هي كنشدوا السميده شويه كتكون ما رقيقه ما غليظه. نعم. كنوجدوا في الاول السميده ديال القمح، واخا وباش كنطلعوها هاد السميده ديال القمح غادي نوجدوا يا اما الطحين ديال القمح ولا الطحين ديال الشعير. نعم. باش طلع لينا ديال الشعير كنطلعوها كامله بالطحين ديال الشعير، وباش نطلعوها ديال القمح كنديروا بالقمح ديال بالطحين ديال القمح. نعم، واخا. ومن بعد كنبداو العمليه ديال الفتل، تنديروا هذيك السميده وتنبقاو نخويو شويه ونبقاو نبركشو. نعم. تنبركشو شويه بشويه والبركوكش كتطلع، غير ندير شويه ونزيد الطحين ونبركش، عاود زيد شويه الماء وعاود بقى تطلع تطلع تطلع. علاش هاد البركوكش؟ هاد العمليه ديال كتبركش من هنا جات. وي البركوكش جات من 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 تبركيش. نعم، يعني كنبقاو نطلعوها. نعم، كتولي وباش تجيك حبه بحبه. نعم، كيكون عندنا واحد الغربال. نعم، كتقولوا له شطاطو، حنا كنقولوا له بوصيار. نعم، والبوصيار وكنبقاو نديروا نغربلوها. نعم، حتى كتولي حبه بحال حبه. نعم، ملي كتطلع حبه بحال حبه صافي كنجمعوها وتنفوروها. حنا دابا كاين اللي كيدير كميه كبيره وكنديروها في بيت الخزين. نعم، هي في الحقيقه هاد بركوكش كدار في المناسبات، سيرتو مناسبه ديال الناير. نعم، حنا عندنا الناير ديال الناير الامازيغي كنديروا. نعم. فيه هاد الوجبه ديال بركوكش. نعم، واخا هذه الطريقه ديال التحضير ديال هاد بركوكش. نعم، اللي كنفوروها تننشروها بحال كما كيديروا الناس للطعام. نعم، الطعام الطعام كنيبسوها، ملي كتيبس تنجمعوها وفوقاش ما توحشنا بركوكش. حنا راه واخا كنديروها غير في الناير، ولكن مره حنا كنديروها بحال الا جانا شي ضيف عزيز. نعم، تنديروها له. نعم، الا كانت شي مناسبه ولا كانت غير العيالات هكا تجمعوا بيناتهم يديروها. فوقاش ما ملي كتكون عندنا في بيت الخزين تبان لنا بركوكش، يلاه العيالات يتجمعوا. نعم، يديروا بركوكش. نعم، بيناتهم وكياكلوها. والحمد لله ملي جانا الفريق ديال أكاديمية فن الحياة وبغينا نرحبوا بهم. شكرا. ودرنا لهم هذه الوجبة ديال بركوكش. نعم، وهما عجبتهم وان شاء الله في كل عام الطبق ديالهم الرئيسي غنبقاو نديروه لهم هو بركوكش. من بعد هذه المرحلة أستاذة نعيمة، حنا نعم، دابا حطيناه نشف يبس خزلناه، نهار كنبغيو نحضرو غنمشي ناخذ الكميه اللي غتكفانا. إيه، شنو المراحل اللي المراحل حتى كنحطو الوجبه؟ هي إيه المراحل اللي غادي نديروها ملي كنجيبوه نجبدوه من بيت الخزين، وهو اننا كنشدو كنفزقوه بحالو. نعم، بحال الطعم. نعم، غير هو شويه كياخذ الوقت باش كيشرب هذاك الماء،
كنرميو عليه الماء بحال هذه الكميه اللي عندنا غادي ناخذو نرميو عليه الماء ونخليوه يرطب واحد شويه في حاله ما الى 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 كان قاصح بزاف بزاف في بعض الاحيان كيكون قاصح ديال الشعير كيكون رطب كيكون فتي اما ديال القمح كيكون شويه شاد في راسو بزاف كنخليه حتى كيشرب هذاك الماء ملي كيشرب الماء كنفوروه التفويره الاولى من بعد عاوتاني كنقلبوه ونرشوه بالماء عاوتاني ملي كيشرب داك الماء نديروا له التفويره الثانيه نديروه يتفور التفويره الثانيه ومن بعد في التفويره الثانيه كنضيفوا له الملحه تنديروا له الملحه ومن بعد كنديروه التفويره الثالثه باش كيوجد وصافي هذا بركوكش وجد يعني تقريبا نفس المراحل نفس المراحل ديال الكسكسو نفس المراحل ديال الكسكسو ونفس المراحل ديال البلبوله وباش واش باش ملي كتبغيو تسقيوه المرق اييه كديروه باللحام ولا بدجاج بلدي ولا باش هو في الحقيقه حنا يعني الاصاله كنهضروا على الاصاله نعم تنديروه بالقديد نعم جيد تنديروه بالقديد ولا بسميتو بالكرداس بالكرداس اولا بجوج ولا نخلطوهم نعم شي بعض الاحيان ما يكونش عندك الكرداس كافي نعم ولا ما يكونش عندك القديد كافي نعم تخلطهم بجوج وكيجيو رائعين نعم كما درنا لكم انتم هنا خلطناهم بجوج وي واه وتنديروا الخضر الخضر يعني الموسميه ديال الموسميه ديال المنطقه جميع انواع الخضر واللي بغى الخضر حتى الاخر الحمص نعم. اللوبيا اليابسه كاع الجافه القطانيات نعم. كنديروها الفول كتقسموه كل شيء الفول الفول كنفزقوه تنفزقوا الفول تنفزقوا الحمص ضروري هذوك القطانيات كيتفزقوا الليله والغدا ليه كنصوبوهم واخا هاد الوجبه اللي لاحظنا حنا ولما كنهضروا على الثقافه المغربيه راه لا نتحدث فقط على شنو كناكلو نتحدث على المكان اللي كنكونوا فيه الاواني لاحظنا استاذ نعيمه هو ان الان هاد الانيه انيه خاصه ماشي انيه اللي كيتقدم فيها نعم. بركوكش في اي انيه يعني ماشي حتى في القصعه نعم. ولكن قصعه من نوع خاص نعم. واخا تهضرنا عليها الله يعطيك الخير لا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه بلي ان هنا اهل مدينه فيكيك في اي منزل والا فيها القصعه ما شاء الله حنا هذه هنا البنت ملي غادي تمشي من دار باها غادي تزوج نعم. الكادو الاول اللي كديروا ليها امها القصعة واللي ماشي من الطين نذكروا اللي ماشي من الطين ماشي من الطين نعم. ولكن حنا من اشجار القرقع ما شاء الله وعلاش اشجار القرقع لقاش كتصبر نعم علاش عاود القصعة كتجي في الطريقه ديال الصناعه ديالها نعم. والشكل ديالها جميل جدا نعم واللي كتشوف دابا انا غير كنشوف القصعة بعدا انا نعم. كنشعر هرمونات نعم. السعاده كتطلع ما شاء الله بالضبط الحمد لله بالضبط وعاوتاني القصعة كتساعدك على الفتيل بالضبط وسبحان الله الا خديتي شي انيه وخديتي القصعة في الفتل نعم وحتى في اللي كنفتلوها نعم. بحال الا القصعة كتشرب وي كتشرب الطعام ما تيتعجنش فيها هاي. لا 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 السميده ولا المهم كاع جميع الانواع ديال الطعام اللي كنفتلوه في القصعه ما كيجيش بحال القصعه الاخرى كنلاحظوا الفرق دونك هذه القصعه بالاضافه الى هذه القصعه هذه كيكون عندكم الزربيه والجلوس في الارض حنا بعدا فيما كنجيو عندك الجلوس على الارض ضروري كنشكرك بزاف علاش لان هذه المساله ديال الجلوس على الارض فيها واحد الفائده كبيره بزاف دونك هذا بركوكش مع الزربيه مع الجلوس على الارض هذه عندكم من الاعراف والتقاليد نعم نعم من الاعراف والتقاليد حنا ما كانش بكري الزربيه نعم. بكري كنا كان عندنا الحصيره ديال الحلفه نعم نعم ولكن للاسف الناس راهم سمحوا في هذه الثقافه نعم. نتمنى نرجعوا لهذا الحلفه نعم الحقيقه حنا المنطقه ديال فيكيك من فيكيك وانت ماشي حتى انت الوجده عندنا الاخر باش كنصنعوا الحلفه عندنا نعم. الحلفه نعم كنصنعوا بها هذه الحصائر نعم. نتمنى من الجمعيات ولا من المسؤولين اللي يقدوا يرجعوا لنا لهذه الثقافه علاش الحلفه صحيه ماشي بحال هذه الحصائر ديال الميكا اللي راك عارف نعم. الميكا راه كضر في الصحه بالضبط مادام ان احنا في اكاديميه فن الحياه نناشد الرجوع الى الصحه نعم. والرجوع الى اجدادنا وثقافه اجدادنا نعم. انا من هذا المنبر كناشد نرجعوا لهذوك الحصائر ديال الحلفه على قاش ما كيديروش الحساسيه بالضبط ما فيهمش الحساسيه بارك الله فيك استاذ نعيمه كنشكرك بزاف والله يعطيك الخير
وهذه فرصة أننا يعني شاركنا هذه الحلقة هذه مع أستاذة نعيمة اللي كتمثل مدينة فيكيك. شكرا لك بزاف على حسن الاستقبال، بالإضافة إلى هذا بركوك شهادة، فالناس ديال فيكيك معروفين بـ 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 بالاستقبال ديالهم وحفاوة الاستقبال اللي كيقدموها للضيف. فشكرا أستاذة نعيمة على هذه الحلقة الجميلة. شكرا لكم، كنتم معنا في حلقة أخرى من برنامج نسركوا الطعام، فهذه المرة كانت في مدينة فيكيك، إلى أن نلتقي في منطقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو الطبق النهائي ديالنا، ها هو وجد، ها البلبولة، ها الكرورب ولا الورقية، ان شاء الله غادي نسقيوها طريقة ديال التسقيان. احنا ضروري احنا هاد اقلقول هاد ابلبول والكرورب غادي ناكلو معاه فلفلة ضروري. احنا في كيك دائما الحار هو الاول كيتحط، ان شاء الله باذن الله بالصحة والراحة غادي نسقيو وناكلو وبصحتكم وراحتكم.